ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هعرض لكم 4 تطبيقات لازم تبقى على تليفونكم، لان انا متاكد ان في كتير منكم هيحتاجها وهيستفيد منها جدا. انا شخصيا مش بستخدمهم بس هستخدمهم ان شاء الله بعد ما عرفتهم. يعني المهم في موضوعين مهمين جدا قبل ما نبدا محتاجكم فيهم على السريع كده بسرعه جدا. يعني اول حاجه وهي قناه الالعاب بتاعتي، قناه اسمها اتغير بقى اسمها مده. ليه اسم مده ده؟ محدش يسالني دلوقتي وبعدين هتبقوا تعرفوا ان شاء الله. المهم القناة محتاجة دعم كبير جدا، ومحتاجين ان انتوا بعد ما تخلصوا فرجة على الفيديو ده تخشوا تعملوا سبسكرايب فيها. ويعني هي مش هتعجبكم قوي في الاول عشان ده لسه بادئها، بلعب عليها ببجي، وان شاء الله بعد ما تتوثق هبقى العب عليها حاجات تانية. بس يعني لو دخلتوا هتلاقوني حريف والله، بعرف العب في بعض الايام مش في كل الايام. يعني مثلا اخر فيديو انا نزلته عدوا اول جيم وفيه ماتشين بعديهم، خشوا اتفرجوا عليهم هيعجبكم ان شاء الله. واحدة 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 واحدة. تاني حاجة، في ناس كتير جدا، يعني انا عندي في اليوتيوب ستوديو بخش بشوف التحليل مثلا على الفيديوهات اللي الناس شافتها، بلاقي ان اغلبية الفيديوهات اللي الناس بتشوفها هم مش مشتركين اصلا في القناة، والناس اللي بتتفرج بيرجعوا يخشوا يتفرجوا تاني وهم اصلا مش مشتركين. فياريت لو انت بتتفرج عليا بتعمل اشتراك وتفعل زرار النوتيفيكيشن عشان يوصل لك اي فيديو، طالما انت كده كده بتخش تتفرج. وعايزين شوية تفاعل يا جدعان، عايزين شوية تفاعل، ابعتولي في الكومنتات لايك شير اي حاجة من الحاجات دي. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تقل اشتمني كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجة حلو بره وبتتعامل. انا هعمل سكرين ريكوردر بالابلكيشنات دي وطريقة استخدامها عشان تفهموا اكتر. كل ابلكيشن هشرحه هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن عشان لو حابين تخشوا تنزلوه تنزلوه بسهولة. بس كده يلا بينا نبدأ نخش على الفيديو بتاعنا. طيب معانا اول ابلكيشن هو اسمه 21 days. الابلكيشن ده ببساطة شديدة بيساعدك على انك تبطل اي عادة انت مش بتحبها او اي عادة سيئة بالنسبة لك، زي مثلا انك بتاكل كتير زي حالاتي، زي انت بتسهر كتير، حزين على طول، ايا كان. في كل الحاجات اللي بتخطر على بالك بيقعد معاك 21 يوم وبيساعدك ازاي تبطل الحاجة او العادة السيئة دي. احنا اول حاجة هنعمل اللغة العربية، دخل مثلا اسمك نكتب احمد خالد، عنوان بريد مش لازم اوتوكي مش بريد حاجة، اوكي يلا بينا ماشي. دي كده كده مش محتاجينها في حاجة، احنا هنا الحاجات المهمة. في عندك بقى حاجات كتير هنا، الصحة، التعليم، الرياضة، تنظيم، وهنا مديك بعض الحاجات مثلا السعادة، النوم المنتظم، رياضة، اكل مثلا، عندك بقى حاجات كتير من ايا كان هي العادة بتاعتك. خلينا مثلا نشوف النوم، هل تبحث عن طرق لتحسين جودة نومك؟ هل ترغب في الاستيقاظ والذهاب الى الفراش مبكر؟ هنا نقترح عليك 21 استراتيجية لذلك. تعالوا طيب نبدأ ونشوف. مثلا عندنا اول يوم، يعني شكرا اول يوم، خش على اول يوم. تمام هنا بقولك تمام، قشة المنطقة ادناه لرؤية المهم، يعني هنعمل كده تمام، يظهر لنا الرسالة بتاعه النهاردة، ضع هاتفك بعيد حتى تضطر في صباح اليوم التالي الى النهوض من السرير لايقاف المنبه. طيب هو هنا الفكرة ليه يعني العبط اللي هو بيقوله ده؟ لا ده مش عبط خالص، الفكرة كلها ان الناس الكسولة لما تبقى ضبط المنبه على الكوميديرو مثلا جنبها يبقى سهل بالنسبة لها جدا ان هي تطفي المنبه وهي نايمة وتكمل نوم، وده طبعا هيساعدهم انهم يناموا فترة اطول، فلما يجوا يناموا التاني بالليل مش هيعرفوا يناموا لان هم اتعودوا على السهر، فبالتالي ما بيعرفوش يصحوا كويس، فده هيجبرك ان انت تقوم وما تنامش تاني، فبالتالي هيخلي عندك بعض من النعاس شوية بحيث ان انت تكمل بقية نومك، عايز تنام وبالليل تيجي تنام بدري. طبعا هو هنا ليه استراتيجية، يعني احنا ممكن نقول مثلا ان الكلام اللي هو بيقوله ده هبل، ولكن انت ما تعرفش الاستراتيجية بتاعته ازاي. تمام فاحنا هنقول اكملت المهمة، احنا كده اكملنا المهمة.
عايزين نرجع ونخش على تاني يوم، مش هيرضى. ليه؟ لان هو عايز يمشي معاك اليوم بيوم، تمام؟ فانت هديله تاني يوم عشان تشوف الرساله التانيه. هو بقى بيمشي معاك ال 21 يوم دول وبنشوف بيوصلوا لحد فين. فده كان اول ابلكيشن. فكده احنا عرفنا من الابلكيشن اللي هو اسمه 21 يوم، 21 دايز. الابلكيشن ده بيخليك او بيساعدك وبيتابعك على ان انت تبطل اي عاده سيئه انت بتعملها ايا كانت هي ايه، تمام. تاني ابلكيشن بعديه اسمه سليب، تمام. الابلكيشن ده لو انت من الناس اللي دايما قبل ما بيقعدوا على السرير او لما بيقعدوا على السرير بيقعدوا يقلبوا في التليفون وبياخدوا وقت كبير جدا عقبال ما بيناموا، طبعا في ناس كتير قوي عندها المشاكل دي، انت ممكن تعمل تشغل الابلكيشن ده وتنام على اي صوت هادي من الحاجات دي. طبعا عندك هنا حاجات كتير انت ممكن تختارها، وممكن انت ذات نفسك تختار حاجة من الجاليري من عندك من جوه، تمام. زي مثلا انك تختار قرآن، عايز تنام على قرآن، عايز تنام على موسيقى هادية، هو هنا بيوفر لك كل الكلام ده. طيب حد مثلا ممكن يقول طب انا ممكن اخش على اليوتيوب او انزل اي مثلا مقطع قرآني او مقطع مثلا موسيقى من على اليوتيوب وانزل. لا، هنا ده بيخليك تتحكم فيها بطريقة مختلفة. يعني مثلا اولا انت ممكن تعمل المنبه من هنا، وممكن كمان تظبط الحاجة اللي انت عايزة تشتغل دي لوقت معين. يعني انت مثلا مشغل مثلا قرآن مدته ساعة وانت سايبه مثلا جنبك وغفلت في النوم، خلاص هو هيطفي. انت مثلا حابب ان انت تصحى في نص النوم تبقى لسه سامع الموسيقى الهادية او القرآن او اي حاجة من الحاجات اللي انت مشغلها دي، عايز تفضل تسمعها بحيث ان هي تساعدك برضو على النوم. فانت هنا بتقدر تظبط التايمر ان هو يقدر يشتغل معاك قد ايه، عايز تشغله ساعة، عايز تشغله ساعتين، ثلاثة. كذلك تقدر تظبط جودة من عليه المنبه. طبعا هنا عندك حاجات كتير جدا واصوات كتير جدا يعني كذا كاتيجوري ان انت تقدر تشتغل عليه او تسمعه. ده بالنسبة لي ابلكيشن مهم جدا وحلو قوي قوي قوي، لانه فعلا بيساعد على النوم. بعد كده الابلكيشن الثالث اللي بعديه اسمه ريمايني، انا مش عارف اسمه كده صح ولا لا. المهم الابلكيشن ده مهم لدرجة ما تتخيلهاش. في بعض مننا بياخد صور والصور دي بتبقى مهزوزة وما بياخدش باله ان الصورة دي كانت مهزوزة، او الصورة بيبقى عليها بلور يعني بتبقى مغبشة شوية مش واضحة. فالبرنامج ده بيقدر ان هو يوضح اي صورة مش واضحة. تعالى مثلا نجرب اول واحد. طبعا احنا ممكن ناخد مثلا اي صورة، وليكن الصورة دي مثلا هي واضحة، بس البرنامج هيوريك ان هو هيوضح لك اكتر ازاي. طبعا هو هنا هيوضحها بشكل واضح جدا عشان الصورة هنا ما عليهاش اي بلور، ولكن ممكن الاضاءة دي ممكن تكون مغلسة على الصورة وعاملة شوية نويز فيها، ولكن انت بتستخدم البرنامج ده لاي صورة الرؤية بتاعتها مش واضحة، صورة قديمة ابيض واسود وانت عايزها مثلا تبقى ملونة، في كذا اوبشن يعني. فماشي يعني احنا هنختار الصورة دي، وهنا بيراجع الصورة. في حاجة مهمة كمان، البرنامج هنا اخره 5 صور، فانت عشان تكسر الموضوع ده انت اول اصلا ما بتخش من البرنامج بيطلب منك عايز تسجل بانهي اكاونت ليك، فانت تخش مثلا باي اكاونت ليك، وبعد كده لو عايز تعمل اكتر من 5 صور تمسح البرنامج وتخش تاني على الابليكيشن وتعمل بايميل جديد، او لو انت ما عندكش ايميل تاني تستنى تاني يوم وتنزل البرنامج تاني، كل يوم بيديك 5 صور. هنا بيعالج الصورة، انا اصلا بيعالج فيها هنا بيجيب لك الصورة بفور وافتر، بيسألك نصين وانت بتحركها يمين وشمال. المثال الحال بيجيب لك مثال اقرب، دي اللي عندنا الصورة لو احنا هنزوم على وشي، تمام؟ شايفين الصورة عاملة ازاي؟ مبهاتة كده ومش مظبوط. بص لما نيجي نمشي بقى بالشريط ده كده، بص بدأت تضبح، بص الفرق كده، بص الفرق كده. طبعا الحاجة دي بتساعد جدا جدا في الصور القديمة اللي عندنا كنا مصورينها مثلا من موبايلاتنا زمان، طبعا الجودة بتاعتها ما بتبقاش حلوة، تقدر من خلال البرنامج ده ان انت توضحها، ولو كانت ابيض واسود فانت برضه ممكن تلاقيها. ده كان الابلكيشن. الابلكيشن الاخير اسمه اودي فاي. الابلكيشن ده بقى يعني انا بالنسبة لي يعني اهم واحد في كل اللي انا قلته. ليه بقى؟ دلوقتي انت لو قاعد بتاكل وايدك مش فاضيه وجات لك رساله، او انت مستني رساله مهمه من حد
وعايز يعني انت مش مضطر ان انت تقوم من على الاكل عشان تشوف مين اللي بيتصل عليك او مين اللي بيبعت لك رسالة. دي خاصة بالرسائل مش بالاتصال. مثلا انا مثلا واحد صاحبي بعت لي رسالة على الواتس وانا عايز اعرف هو مين ومحتوى الرسالة دي ايه. فانت بتظبطها مثلا على على حسب انت عايز مثلا على الماسنجر او على الواتس او اي ابلكيشن بيجي لك من عليه رسائل بتظبطه. واول ما الابلكيشن اول ما الرسالة بتجي لك بيروح عامل نوتيفيكيشن باسم الشخص اللي بعت لك رسالة وبيقرأ لك محتوى الرسالة بصوت عالي. يعني انت قاعد بتاكل والموبايل مثلا بعيد بتقدر تسمع الرسالة بالظبط محتواها ايه ومين اللي بعتها لك. طبعا ده يعني ابلكيشن مهم جدا وانا شايف ان هو يعني هينفعنا جامد الصراحة. طبعا شرح البرنامج ده كبير جدا لانه بياخد وقت طبعا عشان ما اطولش عليكم. ممكن انت مجرد بس ما تنزل الابلكيشن هتخش هتستكشف لوحدك عامله عربي انجليزي على حسب انت بترتاح ليه وهتلاقي الموضوع سلس شويه، ولكن هو فيه تفاصيل كتير جدا محتاجه شرح الحلقه كامله. بس دول باختصار شديد الاربع ابلكيشنات دول. لو عجبوكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن تقدروا تنزلوه. وبس كده، دول كانوا الاربع تطبيقات. يا رب يكون عجبوكم. تنساش لو الحلقه عجبتك تعمل سبسكرايب لايك فعل زرار النوتيفيكيشن. وبس كده.